احنا قبل عامين بالضبط، مش العام الماضي الا قبله، كان عندنا هنا في جده قسم التوعيه الاسلاميه، ويمكن خرج في اكثر من منطقه في المملكه، كانوا عاملين برنامج خفقه قلب. نعم. خفقه قلب هذه كانت تؤدي الى توعيه الطالبات اتجاه الظواهر الغريبه. تعاونت معهم انا وخرجت بموضوع سميته انا حره. وكان يتكلم انا حره عن المراه وحريتها واين تكمن الحريه الحقيقيه، وتكلمت فيه عن الايمو، وكان يعني غطى شريحه كبيره في المجتمع من المدارس، تكلمت فيه في جامعه كليه الجامعيه بينبع، وتكلمت فيه في الطائف وكثير من المناطق وفي رابغ، وغطى مجموعه كبيره من المدارس، يعني حقيقه وجد طيب صدى عند الطالبات. ايوه انا ابغى يعني تكلمين عن الصدى، يعني ما أيوة مدى الاثر؟ عند الطالبات. ايوه كيف الاثر انه وجد صدى عند الطالبات، لدرجه انهم يعني كثير على كما يعني البعض راسلني، وكان لدي منتدى اسمه منتدى مسك الايمان، ارسلوا لي انه اللي عندها 1000 وشويه صوره حذفتها، ولا كانت قصه شعرها حاولت تعدلها. جميل. لانه كانت بدات دوبها في البدايات، يعني وجدت انه الامر خطير عليها. هذا حقيقة دليل على أن بناتنا طيبات ويبون بس أحد، والله بناتنا جدا طيبات، بس أحد يكشف لهم الحقيقة، وعندهم استعداد أن تغير بإذن الله عز وجل. يعني بناتنا كيف وجدوا القلوب الحانية والأيادي السليمة، وكذلك الفكر الجيد والحوار، الحوار بس الحوار بضوابطه، حقيقة بنات عندنا رائعات، ويخرج منهم أنشطة جدا جيدة. يعني حتى إن السعودية إحنا هنا عندنا أصدرت مؤخر قرار بمنع دخول الطالبات الطلبة والطالبات اللي عليهم اللي هم يعني كده الإيمو والبويات هذه في المدارس والجامعات، ونزلوا تعميم إلى مسؤولي الجامعات ووزارة التربية والتعليم العام إنه أي وحدة ما تنضبط بالضوابط الأساسية توقف عن الدراسة. وأنا حقيقة أقترح مع هذا القرار المتميز والجريء على أن يكون في معالجة لهذا. هذول بناتنا هذول، يعني البنات بنت أخطأت، يعني أظن لا يكفي أن احنا نقول لها تدخلي الجامعة، لماذا لا تكون هناك أيضا مع هذا المنع للدخول معالجات، يعني حوار، فتح حوار معها، في معالجات نفسية، في ما اللي هم التوجيه والإرشاد. جميل. مكتب التوجيه والإرشاد بيزور المدارس وبيجلس مع الحالات الصعبة وبيناقشوها وبيحاولوا يعالجوها، لكن كمان هذا كله لا يتم الا بمضافره الجهود مع الاهل. صحيح صحيح، وأظن الأسرة لها دور كبير جدا، لكن للأسف اللي قاعد يصير في بعض الأسر أنها بدلا من تعالج تزيد الطين بلة، تبدأ تضرب البنت وتحقرها وتهددها، وفي النهاية البنت تعاند لأنها في مرحلة عناد، يعني مرحلة المراهقة هذه، بل المرحلة المراهقة المتوسطة الأكثر عنادا، فهي ممكن اللي هم يبغوا يثبتوا وجودهم حقيقة. أي نعم، تبي تثبت وجودها. هي لو وجدت في داخل أسرتها وجودا عاليا ومتميزا ما احتاجت الى وجود اخر، يعني هي الان لان داخل البيت عندها مسؤوليه، عندها الثقه مطروحه فيها، تسال باستمرار، ستجدين هشامة البيت. يعني الحقيقه يعني يمكن للاسف انه بسبب الخادمات اصبح الاهالي ما هم محتاجين للبنات الا ما ندر، لانه مو كلهم عندهم فقه تربية البنات والأبناء بتحمل المسؤولية، وهذا اللي سبب الآن في فشل بعض البنات في الزواج. بالضبط. وإنه فشلهم أول ما يبدأوا خطوة الزواج، هذا واحد. الأمر الثاني إنها ما تستطيع، ما في شيء يشغلها، فحدث عندها فراغ كبير جدا. غير كده أصبحت تشعر بإنها هي لا ما لها لزوم في وسط المجموعة. لكن لو أسند للبنات والأولاد من قبل الأهالي مسؤوليات، كان شعروا بانهم هم قليل، يعني يستصغروا انفسهم لو قاموا بسلوكيات خاطئه، يحسوا انه لهم وزنهم في العيله. كمان المؤسسات الخاصه والعامه لابد انها توجه توجيه كامل للشباب والشابات للمسؤوليه، يعني حملوهم انشطه، حملوهم اشياء قياسيه. ايوه صحيح، انا اتوقع ان البنت لو امتلأت حياتها بالايجابيات لم تترك هذه الإيجابية مساحة لهذه الأمور السلبية. القضية هي مزاحمة الشيء السيء بالشيء الإيجابي.